انت لعبت، انت بقالك ما شاء الله طول عمرك في النادي، واخوك كمان بيلعب في النادي، ايوه بس انت اول مره يمكن تلعب مرتبط وانت الكبير، انا يمكن انت كبير لعبت اول مره، مرتبط وانت صغير، صغير فما كنتش بتشارك كتير. ايوه لا انا مذاكر، خد ايوه بالك، يعني انت قاعد معايا. فانت لعبت وانت الكبير، يعني ايه كبير؟ انت شايل. ايوه فاهم. مختلف طعم البطوله عن الماتشات، يعني مختلف عن الجمهوريه، مختلف عن المنطقه، طبعا يعني ايه المختلف في دوري المرتبط؟ المختلف ان انت يعني ان انت محتاج، انت على طول انت ما بتريحش عشان الدرجه الاولى، انت برضه انت بتعمل عامل حسابك الدرجه الاولى ان هم، ان انت لو خسرت هم ممكن الماتش اللي فوق يبقى صعب شويه، تحمل الحمل يبقى عليهم، فهو واحنا الكبار لازم نبقى شايلين فرقه وكده، عشان احنا اصلا يعني كام سنه جيلنا 2004 احنا ما كسبناش بطولات كتير، يعني كنا كل سنه بنخسر الجمهوريه والمنطقه. بس الترجم في الاخر الحمد لله رب الحمد العالمين لله. نفوز. وخليني اقول لك حاجه كويسه برضو، شوف انت قلت حاجه، انت قلت احنا علينا ضغط ايوه مباريات، علينا ضغط نفسي عايزين ايوه نساعد طبعا الدرجه الاولى، فده في حد ذاته بريشر ايوه اكيد هيثقلك ان انت ايوه هتبقى طبعا صح ولا غلطان، صح يثقلك من ناحيه تحمل الضغط. ايوه صح فاهم. طب اكتر ماتش السنه دي بامانه حسيت انه صعب ايه؟ اكتر ماتش، اول ماتش جزيره، او ماتش جزيره اللي احنا اللي هم عوضوا ورحنا وصلنا الاكسترا فيه اوفر تايم ده. طب انت شايف هم عوضوا ليه؟ انت كنت حاسس ايه في الملعب؟ ليه ليه عوضوا ورحنا الاكسترا تايم؟ هم كانوا موفقين واحنا برضو يعني، احنا برضو يعني ريحنا شويه، دلعنا شويه. هو ريحنا مش عايز شويه يقول كده. ريحنا شويه، خليناهم يرجعوا في الماتش، وصلنا ماتش اوفر تايم وهم كانوا موفقين بزياده. طب بامانه مش عشان احنا على الهوا، بعد ما كنا فارقين وعوضونا وجابوا اكسترا تايم، بامانه كابتن اسلام قال لكم في الطبقه ما تبص، ما تبصش لكابتن اسلام خالص، هو كابتن اسلام مش هيبص، بامانه قال لكم مفيش، قلنا نلعب جامد وندافع، اهم حاجه ان احنا كنا ندافع في ال5 دقايق دول، يعني عشان هم، عشان احنا ريحنا في الديفنس قوي بصراحه. في الديفنس هو قال لنا عايزين ندافع جامد، وكان كذا حد كتكوت في الجزيره كان بيجيب كتير، عايزين نمسك كتكوت ده لاعب في الجزيره. لاعب في الجزيره، فكنا هو كان عايزنا يعني نخلي نمسكه بالنا كويس، ان هو ما يشوطش، ونلم الريباوند ونجري وندافع كويس جدا. بس على فكره ده في الاكسترا تايم حصل، ده حصل فعلا. على فكره، ايوه يعني انتوا في الاكسترا تايم هما ما حطوش كتير ايوه واحنا فرقنا فده ريحنا، فعلا. بس الحلو ان احنا كسبنا في الاخر. الحمد لله كسبنا طب عشان قول لي، تعبنا يعني. طب قول لي يعني ماتش الجزيره الاولاني، طيب مين من الفرق انتوا مثلا مباراه الاتحاد، خلينا نتكلم على من مباراه الاتحاد اللي هي الفاينل، ايوه انتوا كسبت اول مباراه الحمد لله مرتاح والفريق الاول خسر، جينا بقى في المباراه الثانيه يا باشا، يعني انتوا طبعا يعني خلاص اتحطيتوا في وش المدفع، لازم تكسبوا عشان تدوا فرصه ايوه ثانيه للفريق الاول، فعلا. ده كان ضغط شويه عليكم، كنتوا قلقانين؟ كنا قايمين من الصغيرين ان هم لقوا ان الفرق الكبار بتاعهم كسبوا، فهتلاقيهم نازلين بثقه ونازلين يعني مش فارق لهم حاجه، بيلعبوا جامد ال 40 دقيقه الصغيرين، عشان هم لقوا الدرجه الاولى بتاعهم كسبوا. فهتحس ف ان هم ما عليهمش ضغط انتوا اللي عليكم. بالظبط احنا اللي علينا ضغط، وان احنا نكسب عشان هم الدرجه الاولى بتوعنا ياخدوا الثقه مننا ان هم يكسبوا الماتش ده، والحمد لله كسبوا واحنا كسبنا. وانا كنت بشوفكم بتشجعوا، قاعدين بتشجعوا في طبعا الصاله. لازم. قاعدين انا يعني انا كان الناس بتتفرج معايا، مين دول؟ دول ايوه جمهور؟ لازم. لازم. يعني في حماس وفي لازم طبعا، عشان احنا الاثنين يعتبر في مركب واحده، يعني احنا خسرنا كلنا خسرنا احنا الاثنين. شعور حلو، شعور حلو انت مرتبط مع الفريق الاول طبعا وبتاع، حاجه شعور حلو جدا كويسه جدا جدا. طب قول لي برضو، خلينا